عظيم. هقول لحضرتك دلوقتي الكابتن ايهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر استدعى 7 لاعبين لقائمه المنتخب، 7 لاعبين من النادي الاهلي هو كانوا مؤجلين لحد المباراه النهائيه، هم محمد الشناوي وياسر ابراهيم وايمن اشرف وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه. تاني 7 لاعبين هم محمد الشناوي ياسر ابراهيم وايمن اشرف وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه. طيب تلاحظ ايه من الاختيارات دي بتاعت الاهلي تحديدا؟ انه مفيش اجنحه من الاهلي ومفيش مهاجمين من الاهلي. يعني اللي حضرتك لسه كنت بتتكلم عليه يعني واخد شريف. لا ما شريف، شريف مش موجود. سيبك حضرتك من اللي مكتوب في الورقه ده عشان هو ده اللي لسه، يعني دي كانت التقارير اللي مكتوبه قدام حضرتك في الورقه، بس الرسمي دلوقتي محمد الشناوي ياسر بقى محمد الشناوي ياسر ابراهيم وياسر وايمن اشرف ايوه حمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه. ما فيش غير عبد القادر مش واضح؟ لا مش واضح. محمد شريف عبد القادر محمد شريف يعني شريف مش موجود وطاهر مش موجود حسين مش موجود يعني ولا عبد القادر موجود. عبد القادر المفروض يكون موجود. عبد القادر كان المفروض موجود عشان يبني فرقه كويسه المنتخب. باختصار هو طبعا قدامه وقت كبير على ما يبني الفرقه دي. شوف الاسماء اللي متاخده. اتفضل. ابراهيم عادل لعيب رائع جدا. صح. عاطف. صحيح. طبعا زيزو. مش مشكله. وهتلاقي كمان احمد حمدي اللي كان بيلعب في الاهلي. احمد حمدي منتظم كويس. احمد حمدي لعيب كبير طبعا، لعيب جيد جدا، بس هو يعني بس اعتقد هو ماشي كويس في كندا مش كده ولا بالظبط في كندا مونتريال. دي العناصر اللي عندك. مثلا طبعا الديفنس اللي موجودين عمر كمال عبد الواحد، عمر جابر، احمد حجازي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، احمد فتوح، دول كلهم لعيبه جيدين. حاول ما يطلعش قوي من القوام الاساسي بشكل كبير عشان لسه مستلم، بالظبط ما حاولش يغير كتير يعني. بالظبط. عندك مثلا النني ماشي كويس النهارده، جدد عقده، عمل الدور الثاني رائع جدا والراجل مبسوط منه. امام عاشور ماشي كويس. بس بص حضرتك في الهجوم ملاحظ جدا انك مش هتلاقي لعيبه لا من الاهلي ولا من الزمالك. حاجه غريبه جدا، اهلي وزمالك اكبر فريقين في مصر. مش هتلاقي لهم مهاجمين. مفيش يعني. لكن هو يعني الزمالك بيعوضوا بناس نص الملعب يعني. ما يبقى عنده مثلا، اولا عنده طبعا اللاعب المغربي الزمالك اشرف بن شرقي، الزمالك بن شرقي وزيزو برضه بيكمل ناحيه هجوميه برضه لعيب كويس قوي وعنده الديفنس اللي موجودين من الموجودين دول الاسماء الموجوده في كلها هي دي الاساس. احسن لعيبه موجوده في الديفنس مضاف عليهم مثلا عبد المنعم يبقى موجود معاهم، ممكن ياسر ابراهيم يبقى موجود معاهم. متوقع توفيق للكابتن ايهاب جلال في مهمته مع منتخب مصر؟ اتوقع ان شاء الله. اولا محتاج ايه بقى؟ هقول لك ليه. نمره واحد، هو عنده فرصه كويسه التصفيات 12 مجموعه. 12 مجموعه معناها انه كل مجموعه لو 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 جبت الفرق المستوى الاول والثاني هيبقوا اقل من من 24 فوقانيين. صح. يعني انت عندك 12 مجموعه كل مجموعه فيها مثلا 2 مستويين عالي. يعني عندك لما تجمعهم كده يبقى عندك 24 فرقه. صحيح. يعني معديين مستوى اول والثاني، فمعناها انك انت تقع في مجموعه تقدر انك تتفوق فيها كويس. تقدر انك انت تظبط فرقتك في الاداء الكويس الجماعي اللي هو مش معتمد على الناحيه الدفاعيه بس وصلاح ومش عارف بس قدامه خلاص. نمره 2 تقدر تعمل سكور كويس مع هذه الفرق وتاخد ثقه كبيره جدا. صحيح. فهو عنده فرصه في المباريات التاهيليه الاولانيه ديت اللي هي الاولانيه ضمن المجموعه اللي انت فيها. صحيح. انك انت تعمل نتائج فيها كويسه. صحيح. وبعد كده اعتقد هم على طول هياخدوا اعتقد ال 12 هياخدوا الاول من كل مجموعه. صحيح. هيبقى 12 فرقه. صحيح. وبعدين هيجيبوا عليهم اعتقد احسن توالت ممكن ياخدوا 3
واتواني. هو كده ان شاء الله هنصعد. والفرقه اللي لا بس ما انا بفهمك انك ممكن توصل بس بشكل كويس. تستفيد باداء كويس، تستفيد وتكسب ثقه الجماهير. ده بالظبط بالظبط. فهو لو نجح في التصفيه الاولانيه صحيح اللي هي هتبقى مؤكد معاك فرق ماشي كلها جامده جدا، فتقدر تأدي بشكل كويس وتقدر تظبط فرقتك بقى بالعناصر الفعاله اللي تأدي الاداء التكتيكي اللي انت بتسبو اليه او اللي انت عايزه. يعني ما تبقاش لاعب انزراعي، لا في عناصر جيده جدا، وانا اتكلمت على بعض العناصر الاسماء اللي موجوده من الشباب الكويسين، زي مثلا بتكلم على ابراهيم عادل، زي عاطف، زي احمد عبد القادر، علاوه على اللعيبه الكويسه اللي موجوده اساسا، زي مثلا في الزمالك عندك زيزو، عندك زيزو، عندك رمضان اسمه ايه، امام عاشور كمان ماشي بشكل، امام عاشور لعيب كويس. يعني العناصر دي ممكن فتوح، صح، في عناصر كويسه موجوده هنا ممكن تدعمها ببعض العناصر الشباب اللي احنا اتكلمنا عنهم دولت، صح، هتعمل فرقه كويسه بالتاكيد. وممكن في التصفيات يعمل فرق كويسه ويعمل نتائج كويسه ويعمل عرض كويس يقدر يكسب ثقه الجمهور، وهتمشي الامور ان شاء الله. كابتن طه حضرتك شرفت ونورت، انا دايما بسعد جدا، وعارف ان انا سهرتك وعارف ان حضرتك ما بتسهرش، بس هي خطوه عزيزه فوق الراس. تسلم لي يا كريم. انا بس احب اقول حاجه واحده في الاخر. اتفضل يا فندم. يعني ان انا بأشيد بكل الناس اللي انا اتكلمت عنهم، سواء بنتكلم على التجديد او التعديل او كذا. صح. موسيماني بنتكلم عليه كلام كويس، ادى اداء كويس مع النادي الاهلي، هو عمل تاريخ خلاص. بالظبط، عمل تاريخ كويس، المرحله اللي جايه محتاجه صحيح. شيء كويس. اتكلمنا على لعيبه، صحيح، كل اللعيبه اللي موجوده جيدين جدا، التالنتس بنتكلم عليهم، الناس اللي احنا بنقول ياخدوا بالهم من نفسهم ويشوفوا بتاع، احنا طمعانين في انهم يأدوا اداء كبير جدا برضو. دي لا، هم بياخدوا النصيحه من مين؟ بياخدوا النصيحه من الكابتن طه اسماعيل، فهي نصيحه يعني ياخدوها دايما ان هي نصيحه مش انتقاد. يعني ولا بحب ان يعني الناس كلها يعني تنام الليله دي وهي بتشكر ربها سبحانه وتعالى، ويعني الصبر تخليك تتفوق على احزانك لو كنت متضايق او زعلان، ودايما بص للمستقبل هيبقى اجمل للنادي الاهلي وكل الكره المصريه عموما ان شاء الله.